الو، معاك لواء مختار الطحاوي. ايه يا فريد، انت نسيت صوتي ولا ايه؟ سعاده الباشا، صباح الفل يا فندم. ده انا انسى صوت المدام والولاد وبنسى صوت سعادتك. طب ماشي يا بكاش انت، عشان ما عنديش وقت كتير ارغي معاك فيه. امور يا فندم، تحت امرك. سامعك. بكره الصبح جاي لك زياره بس غلسه شويه. زياره من مين سعادتك؟ مين اللي هيشرفنا يا فندم؟ ابدا، اتنين من التفتيش، ثلاثة اربعة من حقوق الانسان على شوية صحفيين. ايه مالك ساكت ليه؟ مصيبة لك تكون مزوغ وما انتش في مكتبك ولا حاجة؟ لا والله يا فندم، موجود العكس، بس هو سيادتك فاجئتني بموضوع النوم بكرة يعني وكده. لا النبرة دي ما تطمنش يا فريد. بقول لك ايه، لو في اي تجاوزات محدش هيقف معاك. انت عارف التعليمات الدايره في الوزاره بقالها سنتين يا فندم. والله مفيش حاجه، كله تمام يا فندم. المفروض طبعا يبقى كله تمام من غير ما اسرب لك معلومه زي دي، بس انا قلت برضو اامن عليك لا تكون ناسي نفسك وفاكر الدنيا زي زمان. لا يا فندم، انا موجود وكله تمام ان شاء الله، وباذن الله بيض وش ساعتك. لما نشوف. اما يمشوا من عندك يبقى طمني. سلام. خير؟ في ايه؟ جابر الكومي سعادتك عايز يقابل معاليك ضروري، واضح ان في مشكله كبيره شويه. يا خبر اسود ومهبب، بكره الصبح. ايه ده؟ طبعا خالد، تعالى لي انت وابراهيم وسالم فورا فورا. بكره الصبح اعمل ايه فيها دي؟ الم ايه ولا ايه؟ انت كنت بقدر شويه يا مختار باشا، جاي تقول لي دفنشي؟ اعمل ايه في بديل الكلب الملعون ده؟